نخش معاهم على الاسئله السريعه. يلا يلا قبل ما نخش على الاسئله السريعه قبل الوقت بتاعنا ما يخلص. يلا طيب اسال لما بيحصل خلاف ما بينكم مين اللي بيحاول يصالح الثاني الاول ومين اللي بيتردد بسرعه؟ مين اللي هيرد؟ ليديز فيرست قولي انت الاول. بصي يعني احنا الاثنين الحمد لله بنتراضى على طول، وغالبا اللي بيحاول يعني يصالح اللي بيبقى غلطان، اللي بيحس ان هو غلطان بياخد على طول الخطوه الاول. الكلام ده مظبوط 50-50. احنا اثنين بنتراضى بسرعه جدا، بس احنا اثنين اللي بيغلطان بيحاول يروح على الموضوع. حلو ده جميل ماشي يلا. طيب مين اللي بيكلم مامته او حماته يشتكي لها؟ مين فيكم بيدخل مشاكل لا مش حد بيشتكي حد خالص. برافو حبيبتي عايزه اشوفك دخلوش حد. طيب مين اكتر حد بيساعدكم لما يكون عندكم بطولات وسفر؟ كان ده بطولات وسفر احنا يعني لا انا لما اتجوزت كنت اوريدي بطلت رياضه. هو بس اللي كان بيلعب، فانا اللي كنت بقى الزوجه سلام والله العظيم. طب مين اكتر حد فيكم بيعمل مشاكل؟ مين بيعمل مشاكل اكتر من الثاني؟ هي بتعمل مشاكل اكتر؟ عادي يا ندى عادي شيت هابنز ماشي خالص والله مش كده خلاص احنا البيت لينا بيت معاكم بعد الهوش لينا بيت عشان خاطركم ماشي لينا بيت نتكلم فيه. مسالم جدا والله العظيم والله مسالم جدا والله ما بحبش المشاكل انا الهادين دول ما بخافش غير منهم. مين اللي بيغير على الدنيا اكتر؟ انا انت؟ ده برافو عليك. ده طبيعه الحال على فكره بجد؟ ده الطبيعي ان الراجل بيغير اكتر من الست يعني. بيغير قوي. طب انا عايزه اسالكم بيغير قوي. طيب هل مثلا في مره عمل معاكي مشكله بسبب ان انت مثلا اتكلمتي مع حد بطريقه معينه مش عارفه ايه الكلام ده بما انكم غيره مع بعض يعني غيره؟ هو اتكلمتي معاه لا بصي بصراحه انا بحاول اراعي قوي الموضوع دوت لان انا خلاص يعني بقيت فاهمه دماغه وعارفه كويس قوي ايه الحاجات اللي بتضايقه فبحاول اتجنبها يعني ما بافورش في اي حاجه يعني اللي هو في الطبيعي يعني تمام وخلاص. والله انا فخوره بك يا ندى شكرا. محمود انت بتشوف ان الستات نكديه ولا الرجاله نكديه اكتر بامان الله؟ الستات نكديه اكتر طبعا. ما هي بنتي راجل لازم يقول لك كده لازم يقول كده يا جماعه حتى الدراسات بتقول غير كده. غير كده مين اللي بيقول انا مش قادر انزل؟ مين اللي بيقول لا مش قادر اسافر؟ مين اللي بيقول انا عامل ازاي في السفر في النزول ده انا ما بقعدش سريعه اساليها ماشي بس هم فعلا يعني هم شويه بيكون الرجاله. انا عندي بنتين يا جماعه في البيت غيرها، انا عايش مع بنتين صغيرين. الله ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثه على واحد وثلاثه على واحد على طول. انا حاسه احساسكم ده. انا عندي ولدين فانا عندي ثلاثه على واحد برضو. اهم ورونا الصور. الله ما شاء الله. دول ايدنتيكال توينز صح؟ لا مش ايدنتيكال. مش ايدنتيكال بس هم شبه بعض جدا. ما شاء الله ربنا يحميهم. هم كبروا دلوقتي شويه. قد ايه دلوقتي عندهم؟ اربع سنين. ما شاء الله. ده سن السكر. لازم بقى انت تشوفوه. طب ايه اكتر حاجه دايما ندى بتشكرك لما بتعملها واكتر حاجه بتزعل انت لما بتعملها؟ اكتر حاجه بتشكرني بتشكرك عليها واكتر حاجه بتشتكي منها انت بتعملها على طول؟ اكتر حاجه بتشكرني عليها لما بسمعها. حلو طبعا بسمعها يعني. اوقات كتير مش بعرف اسمع برضو انا بتكلم عن نفسي اهو. اوقات كتير ببقى عايز اقول بتبقى عايز تتكلم. عايز اتكلم فهي لما بسمعها بتبقى مبسوطه جدا من ده. اوكي السؤال التاني ايه؟ ايه اكتر حاجه بتشتكي بقى؟ تشتكي منها؟ لما بسمعهاش. هما الموضوعين مرتبطين ببعض نفس الحاجة. لو في يوم انت نازل طبعا بعيدا عن الشغل نازل وندى قالت لك ما تنزلش خليك قاعد معايا بتعمل كده ولا بعيدا عن الشغل؟ بعيدا عن الشغل في حاجات مقدسة. يوم الخميس بنزل مع اصحابي معروف يوم الخميس بنزل بس ساعات بنغيره يعني لو في حاجة يعني مهمة بنغيره. اي حاجة تانية يعني اقعد في البيت اقعد معايا عايزك تقعد مع مخنوقه عايزك تقعد معايا اقعد في البيت معلش مش كده اقعد في البيت يعني لو حاجه مش مهمه مالهاش علاقه بشغلي انا شغلي مهم اهم حاجه في حياتي بعيد عن الشغل بعيد عن الشغل خالص وبعيد عن امي وابويا انا بحب امي وابويا قوي. طب بصوا يعني انا مبسوطه ان هم انا عايزه اكمل كلام بس تقريبا هنكمل بعد انا مبسوط معاكم النهارده انتوا مش فاهمين مبسوط قد ايه والله بجد يعني حاسس ان انا قاعد مع اصحابي كده ما هي دي بس بعيد عن كده ممكن اقعد معايا عادي مش مشكله. انا بشكركم وبدعي ربنا يبارك لكم في بعض وفي بناتكم وتفضلوا مكملين بهذا الهدوء والرزانه ونفسي كل حد بيتفرج ياخد العلاقه دي قدوه وكل الكلام اللي اتقال ده ان هم الموضوع مش بالسهوله دي هم حاربوا كتير قوي صح كل واحد لازم يشتغل على نفسه. نورتونا وببساطه انتوا كنتوا موجودين معانا احنا خليكم احنا كمان عندي رساله بس اخيره ارجوك من ناحيه قناه الاهلي واحنا اتربينا في النادي الاهلي بحب النادي الاهلي جدا جدا يعني عندي رساله لكل اللعيبه بتلعب في النادي الاهلي في اي لعبه سواء الكوره
او الباسكت بول او الفولي بول، انت في مكان عمرك، والكلام ده انا بقوله انا مش شغال في نادي اهلي على فكره، انا بشجع نادي اهلي بس دلوقتي، انت عمرك في حياتك ما هتعوض المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي لو لعبت في اي حته في مصر. اشتغل على نفسك بره الملعب قبل جوه الملعب، وحافظ على نفسك قبل بره الملعب كويس قوي. الكلام ده انا نفسي قصرت فيه وقعت فيه وانا جوه النادي الاهلي. فاشتغل على نفسك جوه بره الملعب كويس قوي قوي، وحافظ على نفسك عشان تفضل في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي هتلاقي فيه النجوميه وهتفضل اون سبوت طول الوقت. ده حقيقي.